تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. سلام الشهيد! سلام! سلام! وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل عرفاناً وتقديراً لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعاً عن الوطن وصون مقدساته. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة. وفي نهاية المراسم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمصافحة قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة.